ما كنديرهمش. الا كنت كنديرهم كنت كنديرهم شحال هادي، مي انا كناخذ لي كادو كنديرهم انا، ما كنديرهمش. ماشي كنقول البنات شكون اللي بغا تخلص باش دير واحد الجيفواي، حيت نكونوا صريحين ما كاينه شي وحده كدير جيفواي فيه ايفون وغتربح الناس، ما كايناش. حيت حتى في التيراج الصغير الا شفتو كدير ان فو كونط اللي كطلعو كيربح هذاك التليفون. واش هي كتصور بسامسونج وغتربح الناس ايفون؟ فهادي هادي ما كايناش، غير كينصبوا وعلى عباد الله. معكم أميمة، اليوم جيت لاحتفال عيد ميلاد ولد ابتسام صاحبتي. مرحبا بيا معكم ومرحبا بكم معنا. كندير داكشي اللي كيديروا كاع البنات دابا، ماشي بزاف باش دخلت لهاد الميدان. مهم انا ما كنديرش بزاف د الفيديوهات بحكم انني خدامه، قليل فين كنحط شي حاجه ديالي، كنبارطاجي اليوميات ديالي بحال هكا. الا كانت شي مناسبه كنحضر ليها فقط، ما متعمقاش في هاد الدومين بزاف، حيتاش باعتبار انني وقتي شويه عامر بالخدمه. بديت دابا تقريبا شي عامين، المهم ماشي بديت، انا كنت واحد النهار معايا ما بيا احتفقت صباح لقيت فيديو ديال عرسي لاحوه كاع لي باج وكيهضروا عليه الناس، صافي تلقيت راسي بالليل ونهار وصلت ل 50 كا، ما عرفتش شنو هو السبب، صافي وعجبتني خديتها واحد النقطه اللي زوينه. لا ما كنتش كنت عارفه غادي يتلح، ولكن ماشي حتى لهاد الدرجه، حيت درت الميك اب ارتست معروف والنقافه معروفه، فكنت كنتوقع ولكن ماشي بداك الحجم اللي وصلت ليه. ابتسام ما عرفتهاش بزاف، ولكن كنحس براسي كنعرفها شحال هادي، ماشي حيت هي زعما كاينه، حسيت بها باللي لو فون ديالها بحالي، ماشي من داك النوع اللي كتصاحب معاك غير على المصلحه، كيف ولاو دابا بزاف ديال البنات اللي عندهم الانستغرام كيتصاحبوا غير على قبل المصالح ديالهم وصافي. بالعكس انا وابتسام جمعتنا واحد الصحبه اللي نقيه وزوينه، داكشي اللي هي فيها فيا تقريبا حتى انا. اول حاجه اللي هي زوينه انها ما كتصاحبش مع البنات بزاف غير باش تقضي منها حاجتهم، وما عندهاش مع تصاحب مع شي وحده على الطمع، فهمتي؟ هذه هي الحاجه اللي كاينه في هاد البنات بزاف، وشي حاجه زوينه كتعرفنا على ناس زوينين، سورتو الا كان عندك المحتوى زوين كيوصل لكاع الناس مي ما يكونش شي حاجه اللي باسله بحال هذوك الروتينات وبحال المقاليب وداكشي، ما زوينينش، ما نصحش بهم زعما البنات يلتجؤوا اليوم على حسب المقاليب وي، ولكن الاغلبيه ديال دوك المقاليب كيكونوا ديجا عارفينهم الشخص اللي غدير ليه ديك المقلب، يعني كيكون مفبرك، ماشي شي حاجه اللي غير هكاك تنزل شي مقلب. اكرام بيلونوفا زوينه، محتوى ديالها زوين وي، هذيك زوينه. اسماء بيوتي بوغ موا ما دخلت المشاكل الشخصيه العائليه في السوشيال ميديا، هذه انا جو سوي كونتر هذه القضيه. كان كيطراو شي مشاكل وكان كاين الناس اللي كتدخل كتبغي تعرف الاسباب وداكشي، ولكن ديما كنخلي راسي بعيده على داكشي، شي حاجه شخصيه كتبقى ديالي انا، فهمتي؟ ما عنديش حق نبارطاجيها، واصلا حتى الناس غادي غير تشفى وما غاديش شي واحد اللي غادي ياخذها بواحد لو بوين اللي زوينه، دونك ما كاينلاش بحال هكا المسائل العائليه. ولا شي نهار شي خصام كان ما نقدرش نطلع ونهضر فيه وداكشي، ما كاينلاش، حيت غادي يكبر يتعطى اكثر من الحجم ديالو، فشي حاجه بحال هكا ما كنظنش راسي انني شي نهار غنوصل ليها. بيان سور كنساعد شحال من وحده، ماشي عيب، حيت كاينين الناس كيستحقوا انك تمد لهم يد المساعده ديالهم باش يوصلوا، فماشي عيب، بالعكس كون كانوا كاع الناس كيعاونوا بعضياتهم فكان شي غيوصل شي. جو سي با، ما نكذبش عليك حيت انا ما معمقاش فيه بزاف، قلت لك انا خدامه ما كنحطش فيه بزاف، الا شفتي انا كنحط مره في الشهر، بعض المرات ما كنحطش كاع، فما نقدرش نقول لك فيه 100% الفلوس، حيت ماشي من داك النوع اللي على الاقل جوج ولا ثلاثه الفيديوهات في السيمانه ما كنحطش فيه. خدامه وعندي بيبي عنده عام، فعندي كنشوفو غير الويكاند، فكنفضل ان هذاك الوقت ديالي للويكاند نعوض على السيمانه كامله ما كيكونش معايا، سي بوغ سا ما كيكونش عندي انستغرام، حيت ما تياخذش منك الوقت بزاف، ماشي بحال يوتيوب، خاصك تصور فيديو خاصك تمونطي، واكثر حاجه هي المونتاج، خاصك تصور فيديو خاصك تمونطي، هادشي كياخذ شويه الوقت، ماشي بحال انستغرام. ما كنديرهمش، الا كنت كنديرهم شحال هادي، مي
انا كناخذ لي كادو كنديرهم انا، ما كنديرهمش، ماشي كنقول البنات شكون اللي بغا تخلص باش دير واحد الجيفواي، حيت نكونوا صريحين ما كايناش شي وحده كدير جيفواي فيه ايفون وغتربح الناس، ما كايناش، حيت حتى في التيراج والصوغ الا شفتو كدير ان فوكونت اللي كطلعو كيربح هذاك التليفون. واش هي كتصور بسامسونج وغتربح الناس ايفون؟ فهادي هادي ما كايناش، غير 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 كينصبوا وعلى عباد الله، قليل نسبه قليله اللي غتلقاها كتربح. لا بشرط الا كنت انا غادي لي كادو غادي نشريهم انا وانا نعطيهم للناس، انا ندير تيراج وصوغ، هادي نقدر نوافق عليها. اما الا دخلوهم لا، حيت غادي وجهي اللي غيتباع، واش ضمني ان الناس اللي غادي يربحوا ايفيكتيفمون غياخذوا لي كادو ديالهم ولا لا؟ اوي فكرت فيها شحال من مره، حيت واخا هكاك شويه فيها صداع الراس كيف كنقولوا، فشويه كاينين الناس اللي كتبغي تدخل في ادق التفاصيل، الناس كتخلق المشاكل. فشحال من مره فكرت اني نحيدها، كنبلوكيهم. الحمد لله انا ما عنديش ناس بزاف كتدخل، ما الا كان الناس اللي غير شي واحد اللي مصيفطهم ولا انفو كونت كنبلوكيو وصافي، ميم هذاك الجواب ما كنجاوبوش فيه. لا انا ما قاصحاش ولكن صريحه، ما عنديش مع التصنع. كتجبد لي المشاكل، ولكن انا بخير بحال هكا. انت ما يمكنلاش نتصنع ولا نافق ولا انا هكا، الداخل ديالي هكا، برا ديالي هكا، صريحه. ما عنديش زعما شي حوايج كنتسناهم من السوشيال ميديا، ما نكذبش عليك، حيت قلت لك انا ما عطيهاش وقتي كامل، كون كنت عطيها وقتي كامل غادي يكون عندي واحد لوبجيكتيف حاطه عليها باش نوصل ليه. عيد ميلاد سعيد لولدها والله يخليه ليها، والله يخلي اي واحد وليده ولا بنيته الله يحفظهم اليوم يا رب. كنتمنى تكون صراحتي كيف قالت ما قلقاتش بعض الفئات ولا، المهم هذه صراحه ديالي، نتمنى زعما تقبلوها بن واحد الوجهه اللي زوينه. وكنشكر مجله فنانه على هذا اللقاء.